اتكلم انا ما اتكلمش، اسال سؤال برضه، معلش، ما هي اسئله ليس الا، انا لا ادلي بدلوي، اسئله. هو المتهم في قضيه جنائيه اسمها قضيه راي ولا مش قضيه راي؟ طب هو محاكمه المجرم الجنائي متعلقه بحقوق الانسان في ان احنا ظلمناه في شيء؟ طيب اخيرا تعال نحط عنوان، ايهما اجدى بالمفاضله، المبدا ولا العلاقات الشخصيه والصداقه والزماله والرفقه؟ ده سؤال مهم، يعني المبدا اهم ولا فلان صاحبي وحبيبي؟ يعني افترضنا مثلا ليك اخ جاسوس، هتدافع عنه ولا تطالب بمحاكمته؟ اخوك من دمك، مش رفيق ولا صديق ولا زميل ولا معرفه، اخوك جاسوس. تعال نحط ملاحظة، أقول لك إيه بس، تعال نشوف حتى علشان برضو، وده مهم جدا، كم حد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف أخوه أو عمه، أخوه أو عمه زي سيدنا حذيفة على سبيل المثال الصحابي الجليل، شافهم بيتقتلوا قدامه ولم يحرك ساكنا لأنهم أعداء الله ورسوله؟ بدر مش ده اللي حصل؟ إيه؟ هنزيد على سيدنا حذيفة كمان ولا إيه؟ سيبك من دي، تعال نرجع أستاذ سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الحقوقي والمحامي البارز. أهلا بحضرتك. أهلا يا أستاذ يوسف، وحشتك. إزاي الصح وحضرتك أكتر؟ حضرتك إيه؟ أخبارك كله إيه؟ الحمد لله. كله تمام الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. طبعا على إمبارح كان تجدر الملاحظة، هي مسألة الهجوم المباشر علشان إخراس وإسكات الأصوات، فكانت الأستاذة الفاضلة سناء عبد الفتاح أول ما حضرتك اتكلمت بعد الصديق والزميل عمرو وفرحت أيلة، وطبعا واضح أنه السادة من ممثلين النظام، لا قالوا إيه؟ السلطة المصرية. السلطة المصرية يعني دي كانت محاولة علشان يعني إيه اللي هو إيه؟ اسكتوا أنتوا بتمثلوا السلطة. الحقيقة أنا ما عرفتش هو يعني إيه بمثل السلطة أصلاً، واتنين هو على أي أساس؟ هو في الحقيقة الأجواء المؤتمر الصحفي كلها يعني بعيداً عنها مخالفة أصلاً لمدونة السلوك بتاعة الأمم المتحدة، ده مؤتمر للمناخ والبيئة وناقشوا في قضايا، لكن ما علينا. يعني أنا مشارك من يوم السبت وأنا موجود وبحضر تقريباً معظم الفعاليات اللي بيتاح ليا الوقت يعني. فمؤتمر صحفي مهم زي كده، فدخلت فلقيت فيه مغالطات كتير، وانا عملت مداخله اعتقد انها كانت يعني موضوعيه وفي منتهى الاحترام، ولم اهاجم وما عملتش حاجه. يعني انا اعربت عن قلقي، قلت يا جماعه باختصار انتوا دلوقتي مشخصنين الامور، بتطالبوا بالافراج عن شخص واحد، طب على الاقل الراجل ده معاه اتنين زملائه في نفس القضيه، طب ده هو معاه الجنسيه وانتوا بتقولوا نخرجه، طب واصحابه دول يعملوا ايه؟ قلت لهم لا، في حاجه اسمها اليات وطنيه، تعالوا نتكلم عن القضيه نفسها، وضع المحبوسين احتياطيا، مراجعه المراكز القانونيه، ما نشخصنش الامور بهذا الشكل، وما قلتش اكتر من كده. طبعا ما اعرفش يعني انت قاعده على منصه مفترض فيك ان انت تبقي محايده، يعني انت بتكيلي اتهامات لحد بيسالك، ولا المفترض انا لما اتسال سؤال اجاوب عليه؟ جاوبي على السؤال. فيعني طب سلطه، يعني واحد نائب في البرلمان يمثل السلطة التشريعية، يعني هو في مواجهة السلطة التنفيذية أصلا الراجل، يعني إزاي يبقى تابع للسلطة التنفيذية؟ وأنا راجل حقوقي بقالي 30 سنة ومستقل وماليش علاقة بأي حزب ولا بأي جهة، وما قلتش حاجة ولا اتهمت حد بحاجة ولا أنكرت عليك حقك في إن أنت تدافع عن أخوك. لكن ما علينا، لكن الأجواء كانت عدائية جدا وفي حالة استنفار. ممثلة العفو الدولية تحس انها شغالة سيكيورتي، وسيكيورتي كمان يتجاوز سلطاته يعني، وراحت بعنف شديد وانتزاع للمايك واحتكاك بالنائب ست النائب، واحنا بنتكلم ما فيش ردود يا استاذ يوسف، وفي مغالطات وفي كلام ما حدش يسكت عليه. الموضوع وصلنا لمرحلة بقينا نتكلم عن شخص، العالم كله يتحدث عن شخص، بقت حاجة يعني حاجة حتى تثير يعني، لا هو سياسي ولا نعرف عنه انه منتمي لحزب سياسي، ما نعرفش. طب حد يقول له في حزب ايه؟
طيب حقوقي كان في منظمه ايه؟ يعني عمل ايه طيب؟ ايه القضايا الحقوقيه اللي اشتغل عليها يا جماعه؟ طيب عشان يبقى فاهمين، يعني لو بنتكلم عن حد مختلف مع النظام سياسيا او حقوقيا هيبقى يعني يبقى عذر مقبول او يعني نتبنى الموضوع، لكن احنا ما نعرفش عنه حاجه خالص. حتى ثوره يناير على فرض جه بعد الثوره ما خلصت، يعني هو ما يعني ما انت قدام شخص غريب جدا ملوش علاقه باي حاجه في التاريخ، لا سياسه ولا حقوق انسان ولا ثورات، طب ايه بقى الموضوع؟ ولا حاجه. طيب خلاص قلنا اتكلموا زي ما انتوا عاوزين، بس من فضلكم احنا كوطنيين مصريين، يعني انتوا بتحبوا الجنسيه البريطانيه وبتلهسوا وراءها ومحتمين بيها، طب انا مصري بحتمي بوطني، ما ده طبيعي، انا ما انكرتش عليك حقك. طيب لما احنا نتكلم نقول احنا الاليات الوطنيه الدستور والقانون والمجلس القومي والمؤسسات الوطنيه والنيابه العامه واللجنه الدائمه، كل دي احنا لازم نشتغل لتحسين هذه الادوات عشان هي دي اللي هتضمن حقوق الانسان. مفيش غرب بيدافع عن حقوق انسان في دوله اخرى، ده ضد التاريخ يعني. ففي الحقيقه كانت اجواء عاديه جدا. طب انا استغربت جدا يا استاذ سعيد من انه لما عمرو سال وحضرتك سالت والاستاذه نهاد سالت كان رد ثناء غريب جدا، قالت اصل ده سؤال هيحتاج اجابه طويله واحنا ما عندناش وقت. امال هم عندهم وقت للايه؟ طيب ما انتوا بتسالوا على نفس ذات الموضوع اللي هي اثرته في مجال وموقع في غير مجاله وفي غير موقعه، بس هي اللي اثرت الموضوع فعليها انها تجاوب على الاسئله المتعلقه بالموضوع اللي اثرته. يعني ايه الموضوع ده محتاج اجابه واحنا ما عندناش وقت؟ طب الوقت كان للايه يا استاذ يوسف؟ مع احترامي الكامل لحضرتك وللساده المشاهدين، الذي توسط لنقل علاء بناء على طلب من اسرته من سجن الى اخر هو المجلس القومي لحقوق الانسان. السجن اللي هو موجود فيه دلوقتي اللي هو مركز الاصلاح والتاهيل اللي بيتمتع فيه بكافه الرعايه اللي كان بيشتكي منها، احنا اللي توسطنا المجلس القومي وشتمتنا كلنا واحد واحد. والسيده الفاضله السفيره بشيره خطاب توسطت شخصيا وتدخلت وتم نقل، واتشتمنا في نفس اليوم. في نفس اليوم كل لما تعمل حاجه يا استاذ يوسف بيقول لك هتقول لي يعني هتقولي؟ يعني كلنا اتشتمنا بدون سبب، يعني احنا بنتطوع لخدمه مواطن مصر بصرف النظر علاء او غيره. وبعدين يا استاذ يوسف دلوقتي انا قلت لهم، مش قلت في المؤتمر، قلت في مكان اخر، قلت لهم هاتوا لي سابقه حصلت في دوله ان واحد قال انا همتنع عن شرب الميه وقدامكم 72 ساعه يتخرجوني يموت، قولوا لي ايه السابقه اللي حصلت في اي دوله في العالم عشان احنا نعملها. قلت لهم ده طلب مستحيل، والا بكره الصبح عندنا اضراب عام في كل سجون مصر، هنخرج كل المساجين الجنائيين بالحراميه بالقتله. هل ده مقبول؟ هل في دوله في العالم بتعمل بتنفذ المطالب دي؟ هل في دوله في دول الغرب كلها بتنتفض لشخص؟ انا اسف بقى واسمح لي بقى عشان انا زعلان، مش زعلان، انا بقى هبقى صريح بقى اكتر وهقول هو ده مش شخص، ده فوضوي، مش هو فوضوي؟ يعني الغرب والمنظمات الدوليه تتبنى الدفاع عن شخص فوضوي افكاره كلها اناركيه ضد السلطات وضد الدول وضد الاخر وضد المراه. ايه بقى؟ ايه الموضوع؟ عاوزين نفهم بقى عشان نرسي قواعد في المجتمع. احنا بندافع عن مين؟ احنا عندنا ناس يعني يستحقوا نبذل مجهود عشانهم وعشان اسرهم، لكن ناس بتشتم كل من توسط لعلاء عبد الفتاح تم سبه وتم مهاجمته. انا بصراحه في حيره من امري على حاجتين، حاجه منهم هل المساله المثاره حول علاء، يعني هو طبعا كل اللي كاتبه علاء بكل افكاره المعلنه وغيرها واللي متقاله في فيديوهات ومتقاله في تغريدات ومكتوبه على حاجات على فيسبوك الخ الخ الخ، هي طبعا افكار اناركيه وهي دي طبيعته، يعني مش دي القصه، بس هو القصه دي كلها حول علاء علشان ايه؟ علشان من وجهه نظرهم ان علاء مسجون رأي، ولا علشان علاء احد المدافعين عن المثليه الجنسيه، ولا علشان علاء بصدد الحصول على الجنسيه البريطانيه؟ ما انا بجد ما بقتش فاهم، يعني الحاله الانتقائيه دي على اي مستوى من الثلاثه ولا كله مجتمع؟ والله بقى انا في نفس الحيره، يعني انا كمواطن مصري وكمحامي انا عاوز افهم هو ايه الموضوع. أنا هذه سجين رأي، سجين جنائي يحكم على تويتات، على إعادة نشر تويتة، القضاء المصري اللي المفوض السامي النهارده وجه انتقاد لي مخالفا طبيعة عمله وولايته وطبيعة ميثاق الأمم المتحدة، لأنه اتهم القضاء المصري مباشرة. القضاء المصري تأسس عام 1830، والتاريخ ده أتحدى إن نص العالم لم يكن موجودا على الخريطة. 1830 كان في دول
تقريبا كده 20 25 دوله ما كانوش موجودين. فانت بتتحدث عن قضاء اقدم قضاء في العالم في التاريخ بتتكلم على انه بتتهمه النهارده انه قضاء غير عادل ازاي؟ وبعدين عندك قضاء حكم وقضى بكل مراحل التقاضي اللي فيها ايا ما كانت مراحل التقاضي وينفذ العقوبه. يجي بقى كل واحد بقى يجيب لي جواب يا هعتصم، يا اكلني يا هتشرب، يا مش هشرب يا تخرجني. طب ايه طيب الموضوع؟ ما احنا برضه لا احنا بقى كحقوقيين بقى بندافع عن كل الناس، لا احنا بنطالب اهو انا سعيد عبد الحافظ اطالب بتصفيه ملف المحبوسين احتياطيا بكافه تنوعاتهم وانتماءاتهم ومراجعه المراكز القانونيه والمواقف القانونيه وكل من يثبت انه لم يتورط في احداث عنف او تحريض على عنف او كراهيه يطلق سراحه فورا ايا ما كان انتمائه. في اكثر من كده ده كلام محترم وعظيم ورائع. لا هو المفوض السامي للامم المتحده وهو ليه ولايه وليه صلاحيات والجمعيه العامه حددت صلاحياته. وباختصار عشان ما صعبش الموضوع على الساده المشاهدين، المفوض السامي لا يستطيع ان يصدر رايا او حكما في قضيه حقوقيه في دوله ما دون الرجوع لحكومه الدوله لمراجعتها في تلك المعلومات التي حصل عليها من مصادر غير حكوميه. لا يجوز له ان يصدر حكم او راي الا لما يضع هذه المعلومات بين يدي حكومه الدوله، واذا لم ترد الدوله في مده معينه من حقه ان يصدر بيانه، لكن هذا لم يحدث. استقى معلوماته من نفس المصادر اللي احنا شايفينها في مؤتمر المناخ واصدر رايه وحكمه متهما سلطه قضائيه في دوله مستقله انه قضاء غير عادل. طيب. وهذه مخالفه لولايته وطبيعه عمله وصلاحياته. طب سؤال برضو استاذ سعيد، عشان حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا، قلت قولوا لي فين في العالم واحد حرض على العنف والقتل وحرق المنشات الامنيه والتحريض على هدم المؤسسات ومهاجمتها الخ الخ الخ، حصل امتى في العالم انه لم يحاكم ولم ينفذ عقوبه؟ ده كلام جميل جدا ورائع. السؤال بقى هو الناس، يعني سواء اذا كان المفوض السامي للامم المتحده، سواء اذا كانت الحكومه البريطانيه، والله الحكومه الالمانيه، حكومه بلاد تركب الافيال، ايا كان، هم عارفين علاء قال وكتب وعمل ايه ولا مش عارفين؟ لا عارفين. ما احنا بقى مش عارف انا. ما الله، ده كده علاء اهم من دونالد ترامب بقى. ادوني معيار. طيب يا جماعه انا تعبت، انا مش عارف والله ما عاوزين مننا ايه. وبعدين نظريه ان انت كل ما حد يقول عكس كلامهم اللي هو يعملوا حمله يشتموه على اساس يعني ايه خوف الزبون عشان لا تفوض، هو ده كلام ده ابتزاز، محاولات الابتزاز، حد في الطوب على الناس دي عشان تعب. لا مفيش الكلام ده يا جماعه، ده مفيش دول هتمشي كده. انا مصري، انت عاوز الجنسيه البريطانيه وبتلهس عليها وقاعد عامله خيمه قدام وزير الخارجيه البريطانيه مقيمه ليل ونهار. طيب انت حابه الموضوع، انت بتحبيهم وانا بحب بلدي، يعني ما يعني ايه لما ايه هو الهدف ايه؟ يعني هو الهدف هو تشويه وتلويث السمعه المصريه دوليا، او الهدف هو افشال الحوار الوطني على سبيل المثال؟ ممكن يبقى اكتر من كده. مصالح دول، مصالح دول تتعارض مع مصالح الدوله المصريه، ورق على الارض بتلعب بيه. هو ايه الموضوع يعني؟ ما سهله يعني، هو في ايه؟ هو يعني هو ده المسجون الوحيد اللي في مصر يعني؟ أو واحد عاوز يضرب عن الطعام يا استاذ يوسف، هو ده قراري؟ وانا منعت عنك الطعام؟ هو انا اكلتك غصب عنك؟ ده قرارك. عاوز تضرب عن الطعام اضرب. انت ليك عندي حاجتين، اديك الوجبه بتاعتك المنصوص عليها في لوائح السجن، ولما تضرب عن الطعام ما اكلكش القصريه غصب عني. انت كنت عاوز تضرب عن الطعام، طب انا اعمل لك ايه؟ وبعدين لما تضرب عن الطعام دي وسيله احتجاج بتطلق طلبات معقوله مش طلبات مستحيله. مفيش حاجه اسمها انا هبطل شرب ميه وتخرجني. مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه، مفيش دوله في العالم كده. مع احترامنا الكامل وامنياتي باطلاق سراح كل المحبوسين احتجاج كلهم، طالما انه لم يتورط في قتل او دماء او تحريض على قتل حد من المواطنين المصريين يخرج. انا مش فاهم، وانا كسبان حاجه؟ انا كمواطن مصري احب كل الناس تتمتع بحريتها، بس ان انت تحط نفسك في مواجهه الدوله بكل ما فيها من سلطات وحقوقيين ونواب وبرلمان وانت اعلى من الكل وهو يا كده يا بلاش، يعني انتوا وصلتونا لمرحله استفزاز. طب استاذ سعيد، يعني كويس ان حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا، الاضراب عن الطعام في التاريخ السياسي بشكل عام مصر او خارجها هو مرتبط بامور متعلقه بخرق اللائحه، او ان انا اخد منك حقوقك كنزيل جوه المؤسسه، فمثلا امنع عنك ساعه الرياضه مثلا، امنع عنك مش عارف المكتبه، امنع عن حاجات زي كده. ففي هذه الحال اقول والله لا انا اضرب عن الطعام لحد ما تدي
ادولي حقوقي المنصوص عليها بالقانون وفي اللائحة علشان اخدها ساعتها افك الاضراب. اي طلبات طبقا للقانون، طلبات قانونيه ومشروعه. غير كده انا كاداره للمؤسسه من حقي بل واجب عليا احافظ على حياتك. طبعا. صح ولا انا غلطان برضه؟ طبعا طبعا. وانا في احدى القنوات الاجنبيه النهارده قلت لهم بس انا عاوز اسال سؤال، يعني هل تعتقدوا ان الدوله المصريه بكل هذا الزخم الاعلامي هل هي زي ما انتوا بتقولوا شايفه ان حالته في خطر وهي متعمدة وهتتحمل مسؤوليتها أمام الضمير العالمي لو حصل له حاجة؟ مش أكيد يا جماعة، أكيد إنه السجن عارف والأطباء عارفين إنه حالته الصحية مستقرة، ده مجرد ده استهلاك خارج السور يعني أكيد يعني. طيب سؤال برضو معلش يا أستاذ سعيد أنا هطول عليك حبة، لو أنا يوسف شخص عادي مذيع زي ما يطلع مش دي القصة، خدت بعضي ورحت على انجلترا ووقفت هناك وكتبت مجموعة من التغريدات، قلت يا جماعة يجب علينا أن نحاصر 10 داونينج ستريت مقر إقامة رئيس الحكومة البريطانية، ويجب علينا أن نلقي عليه زجاجات المولوتوف، وعلينا أن نغتال الضباط البريطانيين، وعلينا أن نهدم الأقسام البريطانية وأن نحرقها عن بكرة أبيها. لو أنا كتبت كده على التليفون وقاعد في هايد بارك في قلب لندن هيحصل ايه فيا؟ طب انت بتديني مثل افتراضي ليه يا استاذ يوسف؟ طب بديك مثل واقعي. ماذا حدث عندما تم اقتحام مبنى الكونجرس في الولايات المتحده؟ ايه اللي حصل؟ قبل كده ايه اللي حصل؟ مش تم اقتحام الكونجرس، كم واحد مات؟ كم واحد اصيب في وقتها؟ ايه يا استاذ يوسف؟ سيبنا من المواجهه المباشره، لو انا قاعد في هايد بارك وماسك التليفون وقاعد عمال اتوت بهذا الشكل، هل الحكومه البريطانيه هتسيبني في حالي ولا هتقبض عليا؟ لا لانك خالفت القانون. هو القانون بره بيحترم وهنا ما بيحترمش، ايه يعني ايه الموضوع يعني؟ ما حدش هيسمح، ما فيش دوله بتسمح بده، ما فيش دوله بتسمح بده، ده غير مسموح. انا النهارده الصبح احد الموظفين جه قال انا مضرب، يعني انا مش هشرب ميه لمده 3 ايام، يا تزود لي مرتبي 4 أضعاف يا هموت. الطبيعي ان انا اقول له ايه؟ هعمل انا ايه في حياتي طيب؟ ايه الوسيله الجميله دي يعني؟ كانش حد غلب والله. يعني كان زماني اضربت عن الطعام وانا صغير مثلا. دعونا نتوجه الى الافكار لا الاشخاص، تعالوا نناقش قضايا حقوق الانسان لكل المواطنين، نناقش قضايا مش نحط فرض في مواجهه الدوله، وفي دوله في العالم هتقبل على نفسها انه يحصل معاها كده؟ طب استاذ سعيد، لا سيما ان انت عارف انت ما بتخالفش القانون. كعضو للمجلس القومي او عضو بالمجلس القومي لحقوق الانسان، هل حضرتك زرت المؤسسات ومراكز الاصلاح الجديده ومنها وادي النطرون او بدر الى اخره؟ 5 زيارات زرتهم من ضمنهم مركز اصلاح وادي النطرون. طيب انا مش هحلفك، انا واثق في امانتك في العرض، ماذا وجدت في وادي النطرون؟ شكل العنابر عامل ازاي؟ شكل الرعاية الصحية عامل ازاي؟ أوضاع الناس اللي هناك ايه؟ أوضاع النزلاء دول ايه؟ بأمانة شديدة. أوضاع النزلاء وأوضاع أهالي المحبوسين اللي بيزوروهم من كافيتريات وحمامات وأماكن فيها ظل، من مش عارف اسمها ايه اللي هي بتنقل الناس كده، يعني حاجة كده وسيلة نقل كده من البوابة إلى الداخل، كافيتريات داخل السجن، مستشفيات على أعلى مستوى، عمليات. هقول إيه؟ ما إحنا بنقول كده بيقول لك ده 5 ستار وإحنا احبسونا، طب هنقول إيه بقى؟ يعني ما اللي بنشوفه بنقوله، هو أنا كسبان حاجة؟ هو أنا هكذب ليه؟ ما الكاميرات معايا، هو أنا رايح لوحدي؟ ده في 50 كاميرا معايا في الأماكن اللي أنا بروحها. هو يعني هيبني مستشفى ويحط فيها أدوات وهيجهز غرف عمليات في اليوم اللي أنا رايح فيه؟ طب أنا عندي سؤال كمان. فضل. ليه كلنا مثلا حضرتك وسيادة السفيرة مشيرة إلخ من أسماء كثيرة جدا، سواء إذا كانوا في المجلس القومي لحقوق الإنسان أو أعضاء في مجلس النواب أو شخصيات عامة أو صحفيين أو 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 أو، طالما مثلا نادوا بأنه إحنا عاوزين عفو رئاسي عن حسام مؤنس، عاوزين عفو رئاسي مثلا عن خالد داود وهكذا، ليه طالبنا بالعفو عن هذه الأسماء وهذه الشخصيات ولم نطالب أو لا نريد حتى العفو عن علاء؟ اشمعنى يعني ليه طالبنا بالعفو عن دول ومستائين جدا من هذا الرجل او هذا الانسان؟ كل الاسماء اللي حضرتك قلتها من وجهه نظر الشخصيه المتواضعه اتقل سياسيا واتقل حقوقيا، يعني يكفي يعني زياد العليمي اخر زياد العليمي مثلا سياسي
عضو برلمان منتخب سابق بيمارس السياسه وهو في الجامعه، حقوقي اشتغل معانا شخصيا في المنظمه الوطنيه لحقوق الانسان وخرج. وليه فرحنا بخروج زياد وفرحنا بخروج حسام وفرحنا بخروج خالد وهكذا، يعني اكتر من 800 شخص، ليه فرحنا بخروجهم واعلنا هذه الفرحه علنا عيانا بيانا في مقالات وفي برامج، ويعني ليه اشمعنا دول فرحان لهم وده احنا مستائين منه؟ عشان ما كانش في تعالي، ما كانش في شتيمة للناس اللي بتتوسط وتدخل وتبذل حتى لو جهد. الناس كانت ملتزمة بالقانون وملتزمة بالزيارة. ما سمعناش ان حد من اسرهم كل يوم يروح عند السجن عاوز جواب من جوه السجن، عاوز جواب من جوه. هو في ايه يا جماعة؟ كل يوم رايح عاوز جواب في ايه؟ سؤال كمان، عاوز تروح تزور مع الزيارة في القانون ليها مدة وليها فترة وكل 15 يوم، يعني انتوا عاوزين ليه؟ عاوزين ليه بتتحدوا القانون؟ طيب سؤال كمان، هو ليه الـ 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 الأسماء اللي أنا قلتها وغيرها أهاليهم ما جريوش على السفارات يطلبوا الاستقواء أو يطلبوا المساعدة من دول أجنبية للضغط على حكوماتهم الوطنية؟ يعني ليه 800 أو الزيادة 800 ويزيد اللي خرجوا محدش فيهم حاول يستقوى بأي دولة أو جهة أو مؤسسة أجنبية، وهو بس وأسرته اللي مصرين على هذا المنوال وهذا الاتجاه؟ عارف ليه يا أستاذ يوسف؟ ليه؟ لأنهم سياسيين مارسوا العمل السياسي، والسياسي كل سياسي وطني بطبيعته وطني حتى لو مختلف مع النظام السياسي القائم، هو يعمل لمصلحة الوطن وبيسعى لفرض أفكاره السياسية وتولي السلطة لتطبيق أفكاره هو يرى أنها صالحة للمواطن. هم دول السياسيين، عشان كده احنا حتى السياسيين اللي بنختلف معاهم سواء ناصري تقدمي ايا ما كان تياره السياسي، دي ناس سياسيين بيمارسوا السياسه، وطنيين عارفين ان هم بيمارسوا السياسه في وطن صح بيسعوا لاصلاحه صح، مش ناس اناركيين شايفين ان الوطن ده اكذوبه وان الدوله اكذوبه اخترعها النظام الراسمالي وان الاناركيه هي ايه يا جماعه في ايه؟ دول سياسيين. انا عايز اشكرك جدا 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 استاذ سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الانسان.